سؤال، انتوا احتفلتوا امبارح في بكرة اليد، ايه مظاهر الاحتفال؟ لان الناس بتنتقد فكرة الاحتفال امبارح خصوصا بعد كارثة الطائرة. هو الناس جم شافوا في احتفال في نادي الزمالك؟ يعني اللي مكتوب على المواقع وال لا يا فندم، اللي حصل بالظبط ان الولاد، انا اللي قلت القنوات اللي ما عندهاش دم، اللي ما عندهاش دم، مش النهارده بس، مش النهارده، ما قبل فهيتها في سي بي سي يا خالد، كل يوم شهيد بيموت ضابط وعسكري جيش وشرطه، وعمال اتريق على المخليه ربنا وضحك وهو بالك، واول امبارح رزان مغربي كانت بترقص وتغني في الحياه، ومع القاهره والناس القناه الشمال دي، واخد بالك البتاع بنفسنا ولا وسخانه دي، قله ادب ومسخره. يا استاذ الفاضل، اللعيبه جت عزمتهم على الغدا في المكتبه، وخدتهم غلبت حسام غريب بينج بونج، ده الاحتفال بالظبط بتاعنا، وبعدين عايزين يزودوا المكافآت، فقلت لهم طب هاتوا الكابتن بتاعكم، يعني احرف واحد عندكم لو غلبني ازود لكم المكافآت من جيب انا يعني شخصي، تمام؟ ما غلبنيش يبقى خلاص، فجابوا لي احمد الاحمر غلب، وبالمناسبه اشول، فكان اعتبرني انا وانا بلعب وكنت احول، لان ما اعرفش الكوره بتاعته بتيجي فين. وبعد كده جبنا فريق كره القدم، سلم الكاس للكابتن بتاع نادي الزمالك في كره اليد، هو ده الاحتفال بتاعنا. يعني انت لو كان اعتبر نفسك في عمر مكرم بالظبط. طيب احنا كنا نعمل حفل فني كبير، خلي بالك، كنا قاعدين الولاد بالكلام ده اللي حصل، غدا بينج بونج جوه النادي، مفيش جمهور في الميدان، جوه النادي في جوه نفس الميدان، واخد بالك؟ اللي حصل بالظبط انه فريق قدم جه، كل فريق بلا انا سيء. انا جايب على الشاشه الصوره اهي، وانت حضرتك تتكلم في المايك، وباسم اتكلم، وكابتن محمد حلمي جه هو واقف كده، جنبك، كل واحد يتكلم كده، كابتن حسام غريب جنبك، احتراما لمشاعر المصريين. تاني بقول احتراما لمشاعر، بس مشاعر المصريين مش كانت بس امبارح يا خالد، انا فاهم، بس هي اول امبارح دي كارثه، يعني كارثه 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 يا بيه، ده مصر سمعت من 25 يناير 2011. لا بس انا بقول الطياره كانت كارثه حقيقيه يا سياده المستشار. تاني بقول لك يا خالد، من 25 زفت الطين 2011 لغايه النهارده مصر في ميتم، كل يوم ولادنا بيموتوا، اللي مش بيموت بقنبله بيموت بدبابه بيموت بطياره بيموت في البحر بيموت محروق، حرام اللي بيحصل في البلد، واخد طيب. بالك هو ده الاحتفال. طيب عايز اسال حضرتك سؤال، حازم امام انت شفته خد الكاس، كان حازم عطيك نزل باسم اداه للكابتن بتاع اليد، هو ده الاحتفال اللي احنا طيب. عملناه سياده المستشار وبينج بونج، هو ده. طيب سيادة المستشار، عايز اسالك سؤال مهم، هل هناك قرار من مجلس الاداره بكره؟ لان في ماتش بكره، ماتش الزمالك والمقاصد. بص يا خالد اتفضل، انا جبت رئيس القطاع ومدير الجهاز، انا النهارده كنت في ملعب معاهم، قلت لهم شاره سودا، اتنين تنبيه على اللعيبه، اي لاعب يجيب جون حتى لو جون بتاع مارادونا كانه بالظبط في عزا، فعلا كلامي واضح، لان دي مشاعر مصريين، بس في ناس كتير دلوقتي يا خالد ما عادش عندها ريحه الدم. اللي بقول لك اسمعوا، بقول لك كل يوم ضباط جيش بتموت في سينا وعساكر جيش، وعندك في قرارات صحفيين خالد البلش بيقول لك يسقط حكم العسكر، هو في ايه يا جماعه؟ بيقول لك في ناس ما عندهاش دم. اذا يا سياده المستشار، قرار مجلس الاداره برئاسه مرتضى منصور ان ممنوع الاحتفال باي هدف بكره لو مارادوني، وحتى لو في دي 94، لو حتى جبت 100 جون. الكلام ده اتبلغ رسمي، انا اللي مبلغه رسميا تمام الملعب لجمال عبد الحميد بصفته مدير الكوره، والاسماعيل يوسف بصفته رئيس قطاع كوره في النادي، كلام واضح تمام، واللاعب اللي هيخالف هذه التعليمات ملوش مكان عندي. طيب نمرة ثلاثة، أنا كلمت حضرتك على موضوع عمرو طارق، وحضرتك أكدت لي على الهوا إن عمرو طارق بناء على طلب محمد حلمي والجهاز الفني بالكامل موافق، وبناء على كده قررت سفر إسلام وأمير مرتضى عشان يخلصوا القصة. إسلام بس اللي سافر. مين؟ إسلام بس اللي سافر. إسلام، طيب إسلام. إسلام ده مدير التسويق مع أنا عارف، وشخصية محترمة جدا. إسلام ويخلص الموضوع، ايه اللي حصل وايه التغيير دوت، وقيل على المواقع ان محمد الحلمي هو اللي مش عايزه. محمد حلمي لغايه اللحظه دي ما قالش انا مش عايزه. تمام. حصل بالظبط ان في الاربع خمس ماتشات الاخرين دول انا دايما مع الجهاز بتدخل. بتدخل يعني ايه؟ بروح التدريب بسال ده بيلعبش ليه؟ ده خف ولا لسه؟
ده التدخل بتاعي. تمام تمام. لكن ماليش دعوه بقى ده يلعب ما يلعبش في ال 18 مش مش مشكلتي انا. يعني النهارده مثلا بسليت ايمن حفني بقى كويس. الشناوي اخباره ايه؟ تدار ايه؟ اللي هو النادي المصابين. ايمن حفني. تمام. فالجهاز كان عندي في المكتب قلت لهم في لاعب اسمه فلان وفلان 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 مش هو لوحده ولا لوحده. انت حضرتك قلت لهم مثلا صلاح ريكو شوقي السعيد عمرو طارق. لا خمس ست لعيبه. تمام اكتر كمان. تمام تمام. فبدانا بعمر. كلهم قالوا لي احنا لما شفناه كان ولد ممتاز. تمام خلاص. شكرا. في اسكندريه في ماتش اتحاد اسكندري كان في عزومه عندي في البيت في بيتي في فور سيزون والجهاز كله بالكامل بلا استثناء. تمام. قاعدين في البلكونه اتعشينا ورقه لحمه من الجزار بتاع سيدي جابر عمك عمرو. تمام تمام 100 100. قلت لهم بصوا انا في لغط على الواد اسمه طارق ده عمرو طارق انا اللي بقول. اي حد عنده اعتراض يقول. قال لي كلنا موافقين. خلاص تمام. اتحدى لو حد التاني بقول لك اهو تعرف ما اعرفش اكذب. كل قالوا لي كلنا موافقين. وطبعا كنا بنتكلم مش الولد ده بس بس اول واحد طرحته تاني عشان لغط اللي في المواقع ومش عارف ايه والسبوبه وقله الادب والسفاله دي. خلاص تمام. وبسال طبعا عن ابراهيم صلاح عرضه طارق خالد قمر واخد بالك اوباما كل دول بسال عنهم. تمام. انا عندي 11 لاعب محمد جمال. تمام. الداخليه لعيب كويس قوي على فكره. عندي 11 لاعب معار يا خالد. تمام. انتوا محتاجين مين؟ فلما جيت طرحت الاسم ده تاني قالوا لي موافقين. تمام. طب معلش هم قالوا حضرتك مين عايزين مين في العوده من الاعاره؟ لا هو عندهم خالد قمر ده خلاص. تمام. ان شاء الله. اوباما ان شاء الله. ابراهيم صلاح. ابراهيم صلاح باذن الله. تمام. غالبا ياسر ابراهيم. تمام. محمد جمال في كلام انه يرجع؟ نعم. محمد جمال لاعب الداخليه. والخامس محمد جمال. يعني عايزين محمد جمال. طبعا ولد ممتاز طبعا. طب يعني هيرجع ان شاء الله. تمام. بالنسبه لباك ليفت احمد سمير ده. بالنسبه لاحمد سمير هل ممكن يرجع باك ليفت؟ لا مش لا مش هو اسلام مش وقته مش دلوقتي مش السنه الجايه. المهم خلاص تمام. فقالوا لي لا طارق موافقين. مين بقى اللي قال؟ كان ايمن طاهر عبد الحليم جمال صلاح كابتن اسماعيل محمد حلمي مين تاني انا كابتن اسماعيل اسماعيل يوسف. تمام. سته موجودين. وعلى فكره ما كنتش لسه اتعشوا عشان ما يقولش اتعشوا وقالوا كده. ونسي. تمام خلاص. جدا لقيت في جورنان الحقير ده قال في شركه عاملها اسماعيل يوسف مع زيدان مع ابنه مرتضى منصور عشان يجيبوا اللاعب ده. قلت لا 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 مش انا ده انا بصرف من جيبي. ده انا امير يصرف على النادي كله. ده انت عارف يا خالد يعني حضرتك خدت قرار بالغاء الصفقه خلاص بسبب شكرا. انا عندي مبدا الباب اللي يجي لك منه ريح سده السريع ده ما بتوجعني وخاصه لما يكون عندك بديل للاعب. حضرتك مضيت مع شوقي السعيد بصراحه. شوقي السعيد ده فري؟ فري. خلال دقائق سامضي مع شوقي السعيد. دقائق. تمام. انا واضح اهو. تمام تمام. بس انا سالت 100 مره. صلاح ريكو خلاص؟ انا لا صلاح ريكو ماضي من السنه اللي فاتت. ايوه يعني بموافقه نادي الشرطه؟ نادي الشرطه قال لو احنا ربنا ما وافقناش ما عندناش مشكله احنا علاقتنا بنادي الشرطه علاقه محترمه جدا. طيب. جدا جدا. معلش يا سياده المستشار انا هتقل عليك عايز اتمنى ان يكون في انفراد في البرنامج ان حضرتك تقول لي لعيب يعني قلت لك شوقي السعيد اهو خلال دقائق يعني. دقائق يعني هل لا هل في راس حربه يعني باك ليفت؟ يقول لك شوقي السعيد في الاسانسير مثلا الباك ليفت يا سياده المستشار. انا سمعت ان جلال العقده الجهاز الفني قال لك لا مش عايزين يا فندم ما حدش مضى مع جلال العقده اصلا. يا جماعه ما انا بقى يعني عارف لو كل قناه احترمت نفسها زي كده وسالت رئيس النادي وبطلت تقول اكاذيب وتمشي مع الاكاذيب يعني جلال عقده ما مضاش في نادي الزمالك يا بيه انا ما حدش مين مضى مع جلال عقده اصلا. طيب مين الباك ليفت اللي هتجيبه؟ يعني هل فعلا حضرتك في الطريق ان انت تخلص مع محمد ناصف؟ احنا عايزين محمد ناصف. عايزينه وابعدته وخلاص ولا لسه الامبي؟ عايزين محمد ناصف وامبي عايز لعيبه من عندنا على فكره. تمام يعني بنسبه كبيره خاصه ان احنا انت عارف كل الفلوس بتاعت امبي خدتها. طب كويس اللي هي موضوع اسلام عوض خدوها خلاص. طيب يعني كده في كلام قوي
ان اصل محمد ناصف يعني لعيب مخلص ولعب سنوات طويله الامبي، فممكن امبي يكرموه ان هم يدوا له الفرصه انه يلعب في نادي الزمالك. لكن اتمنى نكون العلاقه بيننا وبين قيادات امبي اللي موجوده دلوقتي وهي قيادات محترمه ان شاء الله تخلص يعني محمد ناصف باك ليفت ممكن يكون جديد في نادي الزمالك في مقابل ان في 2 3 لعيبه هيروحوا نادي هم عايزين 2 من نادي الزمالك. مين بقى ولا بلاش ذكر اسماء؟ لا اصلا مش بيلعبوا مع عندنا. تمام. يعني هم معارين يعني معارين يعني ممكن يكون اسلام جمال مثلا واحمد سمير مش فاكر. تمام. طيب حضرتك عايز اسال حضرتك سؤال، حضرتك فعلا دعيت نادي اهلي جده، انت في قرار اتخذ من قبل الفيفا او المحكمه انه 1,300,000 دولار بجانب 30,000 فرنك ثمن الدعوه والشكوى والكلام من هذا القبيل، وخلال شهر لابد من دفع الفلوس صح؟ شوف يا بيه القرار دلوقتي اتفضل. نمرة واحد، الزام نادي اهلي جدة بدفع 1,300,000 دولار فورا كده فورا. تمام. الحكم النهائي ما فيهوش تظلم، دي محكمة رياضية. تمام. خلي بالك. تمام. ادي واحد. اتنين، دفع 5% فوائد يومية على التأخير من يوم 2/12 لغاية يوم الدفع. تمام. يعني الفوائد كمان. طبعا. نمرة التلات، وانا حزين بقول الكلام ده، انا عايزين كانت علاقتها تبقى افضل من ده بكتير يعني. تمام. وانا برضو زعلان من محمد عبد الشافي اقول لك ليه. تمام. نمرة التلاتة، انه يدفعوا 25,000 فرنك سويسري و30,000 فرنك و5,000 اللي هي تقديم الشكوى، يعني 25 و5 على النورس الغدا بكره ان شاء الله باذن الله. تمام. رقم الحساب لنادي اهلي جده والمحكمه الرياضيه. تمام. وخلال شهر 30 يوم ما جاتش الفلوس العقوبات ستكون الاتي. نمره واحد، وقف القيد المحلي والاجنبي لنادي اهلي جده. تمام. ودي يمكن اسرع قضيه في الشرق في مصر كلها. طب حضرتك تواصلت مع نادي اهلي جده بقى؟ هل فعلا انت حضرتك عازمهم او حاجه؟ والله انا شوف يتفضلوا اهلا وسهلا يشرفوا، عندنا حد مجلس اداره يروح ويخلصوا المساله بطريقه وديه، لان نادي اهلي جده ده من اعرق الانديه السعوديه. سيبك صح. من يعني شوف انا دايما لا اتعامل مع رئيس نادي او حاجه، لكن في النهايه انا لا اتعامل مع مجالس ادارات، انا بتعامل مع كيانات انديه محترمه ومع جماهير هذه الانديه وفرقها الرياضيه وبطولاتها. تمام. نادي اهلي جده من اعرق الانديه، زي النصر زي الشباب زي الهلال زي الاتحاد جده، كلها انديه محترمه. تمام. وعلاقتنا بيه كل دي علاقات محترمه، وهو نادي اهلي جده لما سموه الامير كان رئيس نادي في وقتها طلب محمد بعتناه. ما كناش لسه خدنا ولا مليم على فكره. فقال لا سيد رئيس النادي الجديد، قال انا بعاند، لا انت هتدفع وهتدفع بفوائد، انت عارف الفوائد حوالي 3-4 مليون على فكره. الفوائد دي بالمصري 3-4 مليون. وفي نفس الوقت يا خالد الدولار النهارده يعني ايام ما كان لنا فلوس كان الدولار ب 7 جنيه. النهارده الدولار ب 11 جنيه. يعني اذا زادت الفلوس حوالي 40%. صحيح. طب عايز اسال حضرتك سؤال، هل احمد سويلم اللي عمل ماتش الاهلي وروما، هل فعلا عرض على نادي الزمالك انه يلعب مع اتلتيكو مدريد او يلعب مع فريق كبير؟ هل في عرض من ده؟ هل احمد سويلم كلم حضرتك ولا لا؟ لا احمد سويلم ما كلمنيش من فتره كبيره. لكن انا بس عايز اقول للناس اللي فرحانه ان النادي الاهلي كسب روما، هم ناسيين النادي الاهلي ده قبل كده كسب بنفيكا؟ كسب ايه؟ الاهلي ده ما كسب بنفيكا قبل كده؟ بنفيكا طبعا. عايز اقول النادي الاهلي ده يا جماعه زي الزمالك وكسب واستهام. واخد بالك؟ يعني انديه الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك طول عمرها بتكسب الفرق الاوروبيه في عز مجدها. صحيح. في عز مجدها. صحيح. خلي بالك. فالفرحه الكبيره دي اولا دي بتقلل من قيمه الاهلي، لان الاهلي طبيعي انه يكسب روما. لانه في منتخب مصر. خلي بالك. فلكن انت انا طبعا متابعك او برنامج قبل ما اجي المكتب، انك انت حزين على الفرحه. احنا بقى ناس كتير يا خالد ما عندهاش دم. يعني في واحد بيبقى ابوه ميت، انت بتحكي والدك ووالدتك والحزن المكتوم والكلام ده كله، لا في ناس تانية ابوه بيبقى ميت وتاني يوم بيسهر في كباريه وفرحان ولا عنده مشكله خالص. بيقول لك ويقعد يتريق على ابوه يقول لك كان قرفنا وكلام قله الادب ده. احنا بنعيش اسود ايام، صدقني يا خالد اسود ايام في تاريخ مصر. بقول لك تاني، 25 يناير مش انفلات كان امني، كان انفلات اخلاقي. اللي انت بتشوفه خالد في القنوات تاني بقول لك فهيتا وامثالها وسيتي ستار دي اكاديمي ستار دي اللي بيجيبوها القناه، وادي بوسبت بتقول قله ادب واعلام فاسد وانت عمال تتفرج. وربنا يستر في رمضان ده. وبحمل تاني انا على فكره السنه اللي فاتت ربنا يستر في رمضان. رمضان يعني شهر الصوم ولا يا خالد ربنا يستر على المسلسلات. مسلسلات للاسف الدعاره والعنف والتجرمه والوساخه وقله الادب، وما بيبقوناش الا في رمضان بيحتفلوا مع المسلمين
واخد بالك بهذه السفلات. احنا كنا مستنيين، وانا قلت قبل كده استاذ رئيس الجمهوريه حضرتك راعي لهذه البلد وستحاسب امام ربنا عن هذه المسلسلات، لان المسلسل ده السينما ماليش دعوه بيها، السينما انا اللي بروح تمام، انما التلفزيون بعدين يقول لي طب ما تقلب المحطه، طب ما كل المحطات بقت كده، طب اعمل ايه؟ اكسر التلفزيون واروح يعني اعمل ايه؟ انا النهارده كمان يعني النهارده نص شعبان وداخلين على يعني بالظبط كده، والناس هتصوم ان شاء الله بكره وربنا يكرم البلد دي ويطلعها من المحن بتاعتها. احنا ان شاء الله يا رب. اسوأ سنه يا خالد شفناها كلها، حريقه هنا وطياره هنا ومركب هنا. طيب. انا عايز اكلمك على موضوع الطياره وكلمه للبلد والاسر الشهداء والكارثه، بس عايز قبليها سياده المستشار، انا عارف ان حسام غالي حبيبك جدا، وان حسام غالي كمان صديق زوجته، صديقة زوجة امير مرتضى منصور، وان حسام غالي اهلاوي جدا، وانت عمرك ما عرضت عليه نادي الزمالك عشان عارف عشقه وحبه للنادي الاهلي، وفي نفس الوقت انت اسامة نبيه ده ابن من ابنائك وزملكاوي وراجل جدع ومحترم ومؤدب، تقول لهم ايه هما الاتنين يا سيادة المستشار؟ لا انا بس بقول لسيد عبد الحفيظ الاول ينفع يا سيد لاعب في النادي الاهلي يقول انا يا سيد عبد الحفيظ؟ مش هقول انا يا بول ده ولا يقول ده، لا انا يا سيد ما ينفعش. ما ينفعش. مبادئ الاهلي واخلاقيات الاهلي ما ينفعش لاعب يقول انا يا مدير الكوره او انا يا مدير الفني، ما ينفعش. او انا او مدرب عام، مظبوط كده؟ ما ينفعش. فانت اللي بتحط البنزين على، احنا بنتفرج كلنا يعني، انا كزمالك بتفرج على هذا المشهد. طبعا حسام غالي لاعب محترم مؤدب اهلاوي ولاعيب كبير، عايز اقول لك يعني هو في بيتي اكتر ما في بيته، هو وزوجته واصحاب احمد وامير وزوجتهم، واخد بالك، وعمري ما طلبت منه انه يبقى في الزمالك، وهو عمره ما لمح في يوم من الايام برغم انه يعني تعرض لكبوات كتيره في النادي الاهلي وتوقف وتوقف، عمره ما فكر يسيب النادي الاهلي. تمام، وده شيء انا بحترمه. الحل في المشكله دي كلها كلمتين، سيد عبد الحفيظ يطلع والاعلام الاحمر والابيض يطلع بالقصه كلها. انا لاعب بقول بعتذر للمدرب بتاعي، واقفل الصفحه. صحيح. انا محتاج حسام، احنا مش عايزين الموضوع يتقلب في الاعلام فانيله بيضاء وفانيله حمراء يا سياده المستشار، لان ده منتخب مصر. نبيه. انا كمصر محتاج روح حسام غالي ككابتن للمنتخب. صحيح. المنتخب، ومحتاج بني ادم بادب واحترام وحرفيه وفنيه اسامه نبيه. صحيح. القصة أنا مش أهلي وزمالك على فكرة، وكان العكس موجود، وعندي وفي لاعب زملكاوي مع 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 مدرب أهلاوي في المنتخب، كنت عملت نفس الكلام ده. تمام. أخيرا لك يا حسام، اتفضل، مش عيب إنك تعتذر للمنتخب.